بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم كلا من السيد محمد عبد الله العليم والسيد مساعد عادل السعيدي والدكتور بدر أحمد الناشي، وذلك للسلام على سموه رعاه الله. كما استقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم كلا من السيد أحمد يعقوب العبد الله والدكتور علي صالح العمير والدكتور مبارك حمود الطشة، وذلك للسلام على سموه رعاه الله.